أيها الأحياء العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعالى بقى تصدق إن الجملة دي أيها الأحياء العرب طلعت بتضايق ناس كثيرة جدا. هنقولها تاني، أيها الأحياء العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أولى حلقات الأسبوع الثاني بعد عودة مكملين ومصر النهاردة. اللي ضايق البعض واللي البعض طالع يقرأ من ورق على الهوى التقرير اللي جايله ويستعجب من جملة أيها الأحرار العرب. تخيلوا في حد مستعجب من جملة. رحبوا معنا بالإعلامي نشأت الديهي. خليني بس أقول لحضراتكم إنه قناة مكملين طلعت الحد اللي فات وحزم تمويل ضخمة، ومحمد ناصر رجع أكنه يعني مناضل عايز يعني يقلد جمال عبد الناصر وبيقول أيها الأحرار العرب في كل مكان، وأنا رجعت عدنا من أجل أن نفضح الحقائق وعدنا من أجل هؤلاء، وحاطط صور ما كده لا أنا أولا يا نشأة أصلح لك، أنا ما بقلدش جمال عبد الناصر لأني عندي اعتراضات على جمال عبد الناصر، فخليه لك أنت يعني شيله أنت دي. الحاجة التانية عدنا، إنما يعني هو أنت اللي مضايقك يا نشأة، أنت واللي مشغلينك مش مضايقك خالص غير جملة أيها الأحرار العرب، ولا في ملاحظات تانية مهمة على المحتوى؟ رحبوا معايا المرة التانية بالملك نشأة الديهي. ويحاولوا يسمموا الأجواء ويحاولوا ينتجوا حالة من عدم اليقين وحالة من الضبابية وخفض الروح المعنوية وخفض منسوب الأمن لدى المصريين. يا مصريين أنتم منتبهين؟ يا مصريين أنتم منتبهين للي بيحصل؟ عشان كنتم، عشان المصريين، عشان يعكر مزاجك، عشان يشككك في لحظة واحدة يا نشأت، احنا يا عم نشأت اللي بنشيع اليأس ونعكر مزاجك؟ طب انت عارف عمرو أديب قال ايه على اللي زيك؟ تقريبا كده وصل لمرحلة السباب. اسمع كده عمرو أديب قال ايه؟ اسمع. عندها حالة من حالات السذاجة المفرطة اللي بتصل الى حد الهبل، اللي هو يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه اللي بيعمله ده وبيشيع الياس في الناس، واحنا ما ينفعش كده، لازم تدي الناس امل. طيب انا اول مره اشوف ناس زعلانه ان الاعلام بيقولها الحقيقه. يعني عاده هي الخناقه ايه؟ ان انت ضحكت علينا وقعدت تقول لنا لا الوضع كويس وقعدت تقول لنا هيتحسن وطلع العكس، هي دي الخناقه دايما بتاعت الاعلام. انما انك تتخانق مع الاعلام ان انا قلت لك الحقيقه من قبلها باربع اشهر، هذا ما لم نسمع به من قبل. لا لا يا عمرو، سمعنا بيه، وادي صاحبك اهو زميلك في نفس الجهه الامنيه اللي بتشتغل فيها مع بعض بيقول لك محمد ناصر طالع يعكر مزاج المصريين ويخليهم يحسوا بيأس. فانتوا ردوا على بعض بقى، نشوف كده الهبل اللي هو سماه عمرو اديب الهبل بيكشف الحقيقه للناس. خلينا نشوف كده، نشوف. القنوات دي معموله لتوصيل لتواصل حاله الاحباط ونشر الشائعات، وبيحاولوا يسمموا الاجواء ويحاولوا ينتجوا حاله من عدم اليقين وحاله من الضبابيه وخفض الروح المعنويه وخفض منسوب الامن لدى المصريين. اللي هو يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه اللي بيعمله ده وبيشيع الياس في الناس. يا مصريين انتم منتبهين؟ يا مصريين انتم منتبهين للي بيحصل؟ هي الخناقه ايه؟ ان انت ضحكت علينا وقعدت تقول لنا لا الوضع كويس وقعدت تقول لنا هيتحسن وطلع العكس، هي دي الخناقه دايما بتاعت الاعلام. انما انك تتخانق مع الاعلام ان انا قلت لك الحقيقه من قبلها باربع اشهر،